بسم الله الرحمن الرحيم، بداية جديدة لصباح الشروق. نبدأ معكم وكل الناس اللي بتتابعنا وبترافقنا عبر هذا الصباح، أهلا وسهلا بكم. ويبدو أن الموجة رجعت وجاتنا من جديد الصباحية والبرد الشديد. صباح الخير عليكم كل الناس اللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان. صباح جميل لكل الصناع والزراع في بلادي، لكل سائقي المركبات الخاصة والعامة. خلوا بالكم من الطريق ورفقة طيبة نتمنى أنكم تصطحبونا من خلال هذه الجولة الصباحية. وخلوني أبدأ بأغنية صباحية مهداة لكل السادة المشاهدين الحاضرين، ومع عشقتك لجمالك وانت آية من الجمال، الفنان صلاح بن البادية. نسمعها ونبدأ بها صباحنا، ونبدأ بعد كده استضافاتنا وبرمجتنا لهذا الصباح. لعود عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. ما عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال، الفؤاد دائما بنادي في اضطراب وفي ابتعادي، الفؤاد دائما بنادي في اضطراب وفي ابتعادي. ليك ليك لأنك من بلادي، عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال، او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال. الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي، الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي. ليك ليك لأنك من بلادي. جمال النيل بهاه، شلت من النيل صباه، من جمال النيل بهاه، شلت من النيل صباه، ومن جمال النيل بهاه، ومن مناظر الصغر صفحة، ومن رهيد البرد لوحة، ومن نخيل الباوق طرحة، ومن تلوج السمح نفحة. الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك، الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك. وليك ليك غرت كل أشيائي.
طريق نباهي يا شباب نضيف نعاي ما بيصحوا طريق نباهي يا شباب نضيف نعاي ما بيصح طريق نباهي يا شباب نضيف نعاي ما بيصحوا طريق نباهي يا شباب نضيف نعاي الأمل معقود علينا والعمل ظمأن إلينا الأمل معقود علينا والعمل ظمأن إلينا بسواعدنا ونضال في غربنا وفي شمال بسواعدنا ونضال في غربنا وفي شمال غيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا غيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا أغيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا وغيرنا غيرنا مين يفني الأعادي والمغفرة للفنان العملاق صلاح ابن البادية وغيرنا من يحرث أرضنا وغيرنا من يحرس أرضنا. تحية لكل السودانيين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم.